اهلا بحضرتك. يعني انا سعيد ان انا في المغرب وانا اتكلم خلال الموقع بتاعك والجمهور المغربي والجمهور العربي. شكرا. احنا عايزين ناخد منك كلمه حول مشاركتك في الورشات التفاعليه ديال الاطفال ديال سينما الطفل. والله انا ما يعني ما اشتركتش في التفاعلات كتير. انا حضرت معهم جلسه كده يعني افتتاحيه على امل ان شاء الله في المستقبل في الدورات الجايه من المهرجان هيبقى نعمل معهم ورشه يعني مركزه بقى كويس نقدر ان احنا نفيدهم شويه في الثقافه السينمائيه. اللي شفناه انه كان في تفاعل كبير بين الاطفال وبين حضرتك وكانت في نصائح وكان في كده. انا بس بحب الاطفال هم الاطفال الجمال وفعلا مستوى وعي كبير يعني بالنسبه لسنهم لا حاجه ما شاء الله يعني حاجه تفرح. صحيح يعني نظرتك عن الاطفال بمدينه تازة ك يعني حسيت انه في كده ميول او في المام بالسينما واهتمام عندهم اهتمام طبعا الى جانب يعني طبعا هم في حاله برضو معذورين لان في تازة ما فيش دور سينما كفايه ولا في انشطه ثقافيه سينمائيه يعني الا مهرجان تازة الدولي للسينما ده بيدي فرصه ان الاولاد يشافوا افلام وكده. ملتقى سينما الطفل بتازة هذه نسخة جديدة فتحنا نافذة في النسخة الثانية ديال الملتقى الدولي ديال السينما وطلينا باش نشاركوا الأطفال ديالنا ديال مدينة تازة في نسخة كتجمع ما بين التكوين السينمائي ورشات كثيرة في مهن السينما في سيناريو الحوار في التصوير في كتابة السيناريو في الرسوم المتحركة. ايضا كانت لقاءات مفتوحه انطلقت من اليوم الاول واستمرت حتى لهذا اليوم هذا. سنبله يا اكرم مجموعه من الوجوه اليوم تشرفنا وفرحنا فرحانين بصامد غيلان وبالفنان الكبير محمد علي بدرخان. ايضا كتكون سمر فني وكتكون بروجيكسيون ديال الافلام. الاطفال ديالنا هما فرحانين بزاف وحنا فرحانين لاننا استطعنا اننا نقدموا لهم طبق فني شهي جدا ونفتحوا لهم عينيهم على المهن ديال السينما والافاق اللي ممكن انهم الى فكروا واحد اليوم انهم يستمروا في هذا المجال ديال السينما اللي حنا فعلا فرحانين ان المغرب ولا من البلدان الرائده في هذا المجال. هذه فرصه كنتمناو السنه القادمه والنسخه الثانيه تكون نسخه مهيكلة أكثر وتكون قائمة بذاتها كنسخة ثانية لما لا تقيس العالمية ونشوفوا عروض دولية ونشوفوا أطر دولية ونشوفوا أطفالنا هم اللي كينجزوا المحاولات الأولى ديالهم من بعد ما شافوا تشجيعات حقيقية من جميع الوفود ومن جميع الحضور الكريم. الحمد لله.